لا صعيد واو فريمو واعره صح بزاف تعيد من المناظر الرائعه هنا شويه خطير شوف بحال دابا مثلا هاد البلاصه هادي شوف هاد الهبطه هادي اش كي دايره هنا هاد الباساج هذا صعيب شي شويه الله سيدي يفني عجبتني بزاف شوف غير هاد المنظر هذا الرائع انا تقريبا تحرك من تزيد شي 30 دقيقه بحال هكا دابا لا تيبان ليه واحد البحر راه هو ولا بلاج هاد لابلاج سميتو كوريزي وتقريبا بعيد عليه بواحد 6 حتى 7 كيلومتر كاين ميرلب ميرلب بينه وبين تزيد كاين 42 كيلومتر ولكن الناس تاع تزيد تيمشيو بزاف لاكلو اكلو حيت قريب ليهم كاين غير شي 18 كيلومتر باش بعيد عليهم ومير اللمت يعني راه زوين شويه غنمشيو دابا ونشوفوه انا هاد بوريزيم غادي ندوز عليه غندوز ديريكت مير اللمت ان شاء الله ها هو لا بلاج تيبان راه هو فيه المواج قاصحين تيبانو انا وصلت لابلاج ديال عبد الله بن احمد كاين في مير اللفت مير اللفت كاين فيها تقريبا شي 3 لي بلاج هذا هو الاخر فيهم ولكن كيف تشوفوا اش كيدير مرتو شحال بنادم وصراحة الله ما تعجبنيش نوقف كاع نهائيا شي بلاجة هكا تيكون فيه البشر كتير هادوك المناظر شحال هادي مباقي شتو مانا نتاع باراسول ودوك اللعيبات غادي نحاول انني نتحرك شي شوية لقدام زائد انه ما كاين هنا لا كامبين لا والو غادي يكون واحد لقدام تقريبا باقي لي شي 6 ولا 7 كيلومتر هكاك ونشوف ديك الساعة بان ليا البلان ما بان لياش غادي نطلع ديريكت للجزيرة ان شاء الله ما بانش ليا راه نطلع حتى لسيدي يفني دابا تنحاول نقلب على شي بلاصه اللي نخيم فيها جيت حتى لهنا ما لقيتش الطريق كيفاش ندير تندوز عند هذوك اللي ليه راه هما اللي غادي يبان لكم واحد الكامبين كار راه ليه وراه واحد الطوموبيل ليه ولكن منين دازو الله اعلم هنا ما عرفتش اش كاين تماك بان ليا واحد الكلب وما زعمتش ندخل شي شويه عرفتوا الكلاب كيفاش دايرين غنحاول انا ندور ونشوف التخيام راه غير هو بوحدو التخيام رحلة باش تلقى انك فين تخيم نتحركو من هذا الطريق عاقلة من هنا عاقلة من هذا الهبطة كي نخافو نمشيو معاها ونلقاوها مسدودة وفيها لاطراس ديال طوموبيلات ماشي طوموبيلات في الغالب يعني غادي تكون هاني شي 4x4 اللي بغيت تدوز من هنا شوفوا هاد المقاتلة واش تقدر تدوز ولا لا وهنا شو هاد النوع تاع النباتات اللي كاين هذاك الصبار ولا بحال الصبار المهم صغير نبات شوكي تقريبا راه هنا يلاه باقي ما دخلناش للمناطق الصحراويه ولكن بدات تتبان العلامات ديالها راه هما هادوك في المخيمين نجمو عليهم هاد الليلة هادي هنا صعيب هنا صعيب هنا صعيب هنا صعيب مازال راه باقي في هاد المناطق باقي تقدر تلقى شي بلايص يعني فين تخيم اللي مخيفتين وزوينين دابا الصحراء يا فين كاين المشكل فاش غادي تلقى غير الرمال
معك منين هذا؟ احنا وصلنا لعنده منين نضربوا على ذاك الترابو فرنسا وقيل لا بلجيكا بلجيكا بحال كاع واش كاين وقيل هابطين يخيم كاينين كاع الفيو هي ديريكت مباشرة قدامنا البحر نردو البال خصني نرد البال في هاد البلاصة هادي علاش؟ لأن منك البحر تزيد ما يوقفك هي البحر البحر ها هو المنجر ديال البحر من لهنا ومن الجهة الأخرى ها هو داك القوس شتي راهو داك القوس دابا جينا ليه من الفوق ما عرفتش منين تيزلو لتحت والله ما عرفت شوف الطريق كيفاش دايرة لابطان ديال هاد لابلاج هذا اي غلطه وحده منك تقدر تندم عليها شي علاش خاصني نرد البال شوف 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 هنا شوف شوف انت خاصك تمشي الكاميرا شفتو ها انت شوف 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 شوف, شوف. واو هاد الظروف راه صعاب راه كاين شي حد ليه كاين واحد السيد راه وراه بيبان لكم هنا هو هنا تيصيد هو اللي باقي لحط هاد البيكالا هنا هي بيكالتو كاينه هنا ها هي البيكالا هي تيبان من الراس ديالها هو اللي هابط تما تيصيد شو عندو خصنا نرد البال هنا قاس هنا قاس دابا انا راه بغيت نهبط ولكن هاد السبرديله ما نديرش طابط بها لينا تتزلق شي شويه تتكليسي مازال كون كنت لابس الاخرى ممكن هادي لا هادي ما نزعمش بها لينا شويه خطير شوف بحال دابا مثلا هاد البلاصه هادي شوف هاد الهبطه هادي اش كي دايره هنا هاد الباساج هذا صعيب شي شويه ممكن بالكاميرا ما تيبانش مزيان ولكن حتى نشوف فيه صعيب لينا راه طق ليه بتلقاك في هاد الجرف هذا هنا طق اما السلامه يلاه تمخرش تمام خير تبارك الله لا ما تكبر تبارك الله هذا شو اللي يقول لي اسميتو هنا كيقول لي جنخرة وفي الداخل كيقول لي الشخار الشخار وكذا هذا راه فن في القلية المقلة يجي مزيان خير في المقلة وهذا هو الفورمة ديالو ما فيش كبير زعما هذا كاين هذاك هو الحجم ديالو ما تيتزاد تي لي انت تمشي 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 مع الوليدات تاكلو تبارك الله عليك هي راه هي وهي زوينه هي وهي زوينه المصيبه ما عندنا انت بيكالا هي تجيرهم بجوج كاملين انت تصيد واحد القضيه تعلمك الصبر ايه بعد صبر شو تبارك الله كيف داير واش تجي من الصباح ولا تروح العشيه؟ حسب ما نقول بحال الله كيدير خويا كتجي الساعة 5:40 كتجي الساعة تجيب الله الخير الله يسر الأمور الله يسر الأمور طريق السلامة صباح الخير يا اصدقاء هذه هي البلاصه فين نعست في الاحتطان الخيمه ديالتي
راهم هذوك الكورلي من المانيا وكاينين وحدين اخرين من فرنسا. انا صراحه طلع البارح جمعت مع هادو تقريبا جمعنا واحد ساعه ولا ساعه ونص بحال هكاك. انا صراحه طلع جاني العيا بيد الناس ما باقي يعني بغا يجمعوا ولكن قلت له انت راه بغيت نمشي بيد نتكا شي شويه. وسبحان الله هاد المواجهه هادو عندهم واحد التاثير سحري جدا. عاتي بحال داك التنويم المغناطيسي تسمعهم ولا تحس بواحد الراحه وتترولاكسا. ويلا رديتو البال ها انتم راه هاد البلاصه راه سوفاج فريمون سوفاج ما كاينش حس البشر. اه والو شوف هاد لابلاج هذا راه ماشي القوس اللي تتعرفوا اللي كاين في الجزيره. هاد البلاصه هي باقي ما طاحوش عليها الناس. رائعه ما تيكونش فيها بنادم بزاف. عاد شوفها هي عندك الجهه الاخرى لابلاج الاخر هنا الهيف هذيك البلاصه يلا بيبدا تتراسى واحد القوس اخر. اه بغيت تما كابو يدوز ان شاء الله الماء لان الماء تيحفر في هذاك تيحفر في هذاك القوس من التحت. غادي نمشيو لهي. واو فريمون واعره صح. اه بزاف تعييز من المناظر الرائعه ولكن راه من اللي بعدها ماشي بحال الا قربتي ليه عاد تبان واحد الهيبه. سبحان الله العظيم سبحان الله. دابا هذا في الغالب واللي عارف يصحح ليا في الغالب انه هذاك الماء اللي كيبدا تيضرب كيبدا تيحفر في القوس كيجي من هنا ومن هنا تحفر هذا القوس هذا بهذا الحجم هذا. سبحان الله العظيم شو راه الابلاج خاوي والو ما كاينش حس الانسان ولا حس البشر. نحرك دابا من الجزيرة باتجاه سيدي يفني ان شاء الله هاد المرة. هادي هادوك الفرنسيين راه بحرهم مشاو المرة من فرنسا والراجل من بلجيكا مشاو من بداو من فرنسا ووصلوا لدال طرفايا ورجعوا في حالهم. صراحة طلع هضرت معاهم غير هاد الصباح هذا وعطوني بزاف ديال المعلومات خصوصا ديزابليكاسيون الى بغيت نخدم بهم الى كنت شاد الطريق. ودوك نجيو البارح دوك الالمانيين مشاو بداو يقولوا من المانيا ومشاو حتى للسنغال مشاو حتى للسنغال بهذيك الطوموبيله ديالتهم. وصراحه طلع كانت واحد النقاش معاهم اللي زوين تناقشنا على بخصوص يعني الرحله ديالي والرحله ديالهم واللي قالك متفرقات من هنا ومن هنا. دابا نحاول ان شاء الله قلميم لان قلميم هي بوابة الصحراء انني نشوف كاع الحاجه اللي خاصاني نشدها خصوصا الحوايج اللي غادي يخصوني للموتور غادي نحاول انني نشدهم ان شاء الله. لان الطريق اللي تابعاني راه صعيبه وصعيبه بزاف. نتمنى خير من الله سبحانه وتعالى ويوفقنا. السلام عليكم. وهادي خلا ديال مدينة سيدي يفني راه هو لابلاج ديال سيدي يفني. صراحة الله مدينة سيدي يفني جديدة نسمع عليها خصوصا انها تقريبا في التاريخ يعني في التاريخ كنا كنقراو عليها بانها استرجعت تقريبا الستينات وكان فيها واحد الخطاب يعني تاع محمد الخامس. وحنا جينا نزورو مدينة سيدي يفني ومن ناحية الجمال ديال الشكل زوانة في الشكل ديالها. هنا هذاك الطوبيس اللي فتنا قبيله داك الاخضر هذوك تاع تيزنيت تجي يجيبو حتى لهنا حتى سيدي يفني حيت راه ما كايناش بزاف الطريق بين تيزنيت وسيدي يفني يعني تقريبا شي 70 ولا 75 كيلومتر.
انا دابا كاين في سيدي يفني. سيدي يفني واحد المدينه صغيره جات في الجنوب ديال المغرب، وكانت يعني تقريبا مستعمره من الصبليون تقريبا حتى 1969. كانوا الصبليون تيرقبوها سانتا كروز دي لامار، هذه هي السميه اللي كانوا تعطيوها. هاد البنايه هادي اللي شفنا قبيله حرا سولت دابا واحد السيد قال لي هادي راه كانت قنصليه ديال الصبليون، وراه باقيه الحدود ساعه في الملك ديالهم ولكن هي سادتينا. هادي هي المناره القديمه ديال سيدي يفني، صراحه فيها واحد المناظر زوين خصوصا داك اللون الازرق تعطيها واحد الهيبه. راه كاينه اونفاس مع البحر. صراحة الله سيدي يفني عجبتني بزاف. شوف غير هذا المنظر هذا الرائع، انت غادي هكا وحدك الموازن ديال البحر. ان شاء الله يعني ملي نسالي هذه الرحله الطويله نرجع ونقعد هنا واحد المده، لان غادي تحس فيها بواحد الراحه ما يمكنش. مجرد انني دخلت ليها ارتحت ليها سبحان الله العظيم. احنا غادي نقربوا لهذاك التليفيريك. دابا هذا اللي هنا كان تماك تيوقفوا البواخر في العهد ديال الصبريون، وكانوا دايرين هاد التليفيريك تيدوز ليهم سلعه، تتوقف الباطو تيدخل تماك وسط البحر والسلعه تدوز في التليفيريك تتم غاديه تجي لهنا. وكاينه ستاسيون الاخرى راه هي هادشي قبل ما تدير المغرب، يعني هاد المرسى هادي هاكا هو السيستيم اللي كانت تخدم به الصبريون. غنمشي نشوفوا هذاك الستاسيون الرئيسي كيفاش داير، انا قرب ليه. وهذا هو الستاسيون الرئيسي اللي كانوا تيدخلوا فيه السلعه، راه هو الديبو الكبير. كانت تجي في التليفيريك تجي من تماك تجي تجي ديريكت لهنا. هادشي دابا راه ما بقاش خدام لانه دابا صافي تدار البور، ما بقاش له شي حاجه، ولكن تيبقى معلمه تاريخيه في هاد البلاصه هادي. وراه واحد المعلومه اخرى، هنا يعني في سيدي يفني باقي كاينين بزاف تاع الصبليون ساكنين فيها، ممكن داك الارتباط التاريخي كاين فيهم اللي تزاد فيها كله والتاريخ ديالو. وما عرفتش هاد البلاصه هادي واش كاين فيها شي حد، هو باين البالي بين كلشي، ولكن واش كاين شي حد الله تعالى اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.